معي عبر الهاتف من جدة دكتور صادق الفاضل، عضو مجلس شورى السعودي وأستاذ علوم سياسية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور صادق. تحرير الفكر من التطرف أهم من تحرير الأرض من الإرهابيين، هذا ما قيل أمس. أين نحن؟ أين سيقودنا ما حدث أمس في محاربة الإرهاب؟ الحدث الذي حصل بالأمس واستهدف أطهر بقاع الأرض وفي أقدس الأيام يؤكد للمرة ربما الألف أن هذا التيار الذي يدعي أنه يعني ينتمي للإسلام هو تيار إجرامي إرهابي، يعني ليس فقط عدو، أنا أعتقد أنه الآن هو العدو الأول للعالم العربي والإسلامي، وإنما هو أيضا عدو للإنسانية ككل. هذا العمل الإجرامي يعني يصعب في الواقع تصور حدوثه، ولكن هذه الجماعة أو هذا التيار يعني توج جرائمه بالفظيعة والبشعة بهذه الجريمة التي نحمد الله سبحانه وتعالى أنها أجهضت، ونشكر طبعا نكرر الشكر لرجال الأمن ونعتز بما يقومون به، وهذا يثبت مرة أخرى أن المملكة من أكثر دول العالم قدرة على مكافحة الإرهاب والتصدي له. صحيح أننا نتعرض من حين لآخر لهجوم هذا التيار الإجرامي، ولكن المملكة تظل من أكثر دول العالم قدرة على مكافحة هؤلاء ورد كيدهم إلى نحو. كما تفضلتي هؤلاء طبعا يعني ينطلقون من فكر معين، هو ليس فقط متشدد وإنما هو فكر إجرامي، لأنه لا يوجد دين ولا مبدأ ولا عقيدة على وجه الأرض وفي كل التاريخ البشري تبرر القيام بقتل الأبرياء وتدمير المنشآت وفي أقدس الأماكن. ما هو الهدف؟ الهدف هو فقط ترويع الناس وبث عدم الاستقرار وعدم الأمن في ربوع البلاد المقدسة وخاصة في هذا الوقت، وهذه تعتبر جريمة كبرى. طيب يعني انطلاقا من إرهاب هذه الجماعات، كم الإرهاب الذي مارسته في كل هذه الفترة لم يكن غريبا ما حدث، ولكن إلى أي درجة اليوم يكشف القناع أكثر من أي وقت مضى؟ كما ذكر أحدهم على تويتر، يعني الأشهر اختاروا شهر رمضان، المباني من المباني اختاروا المساجد، ومن الأرض مكة والمدينة. نعم، كما تفضلت يعني سبق أن استهدفوا المسجد النبوي المدينة المنورة في العام الماضي، وها هم الآن يستهدفون المسجد الحرام في مكة المكرمة. القضاء على هؤلاء يتطلب أولا القضاء على هذا الفكر الذي ينطلق منه هؤلاء، وهو فكر مجنون، فكر ليس لديه أي هدف خير بل كله شر، وهذا يجب أن يوقف. وطبعا هم يدعون أنهم ينطلقون من مبدأ إسلامي أو من فكر إسلامي، يجب علينا أن نبين أن الإسلام بعيد كل البعد عن مثل هذه الأفعال التي يجرمها ويحرمها، وخاصة في عندما تستهدف هذه الأعمال الأبرياء ليس لهم أي ذنب. أنا أشكرك جزيلا من جدة، كنت معنا دكتور صادق الفاضل عضو مجلس شورى السعودي وأستاذ علوم سياسية.